التدريب كلية الطب حاجة صعبة جدا ازاي؟ هي طبعا من اصعب الحاجات اللي ممكن حد يعملها في الدنيا، يعني ان هو يكون في كليه صعبه زي الكليه بتاعتي ويكون يعني كوميتد في نادي طبعا كبير جدا، ولازم اكون يعني على قد المسؤوليه. انا بحاول اكون هنا على قد المسؤوليه وهنا على قد المسؤوليه. طبعا ممكن يجي على حساب نومي، على حساب راحتي، على حساب حاجات كتير، ممكن مثلا ما اخرجش، بس عشان انا قررت ان انا هلتزم في الدراسه وهلتزم في الباسكت، فممكن انام ساعتين في النص ما بين التمرين وما بين الجامعة علشان أحاول أدي هنا كويس وأدي هنا كويس وأذاكر بقى بالليل. طيب هستأذنكم نخرج بتليفون مهم، حاجة تهمكم كابتن إيهاب من تنزانيا وفرقة كرة السلة بالنادي الأهلي وتصفيات المنطقة الخامسة للبطولة أفريقيا للأندية. معانا من هناك رئيس البعثة المهندس محمد سراج الدين. مساء الخير عضو مجلس إدارة. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور كابتن خالد، وتحياتي لحضرتك كابتن ايهاب. لسه كسبانين بطوله النهارده، امبارح كابتن ايهاب الالف لسه مخلص بطوله ولسه كسبان بطوله منطقه القاهره، ودي اول بطوله بتخش سجل النادي الاهلي السنه دي في تاريخ البطولات باذن الله. لا كابتن ايهاب ما شاء الله يعني متواضع دايما، والحمد لله يمكن اللي فات كان حصد الرباعيه يعني في البطولات كلها اللي شارك فيها مع فريق اكثر من ممتاز مشرفين دايما اسم النادي ده، واحنا كلنا ثقه فيهم ان هم ان شاء الله حققوا نفس البطولات، وببارك لهم طبعا من خلال قناه النادي. وهو كابتن ايهاب عارف احنا انبسطنا فيه ان هو دايما يعني بيكون قد المسؤوليه، هو كل طبعا فريق اللي معاه، وان شاء الله باذن الله تكون البطولات السنه دي من نصيبهم، والبطوله العربيه والافريقيه ان شاء الله بنفسه على استقبال البطولات مع النادي ده. باشمهندس عايزين نطمن على احوال البعثه، رابع فوز النهارده ما شاء الله في البطوله تصفيات البطوله الافريقيه، طمنا ايه الاخبار؟ عندنا مشاكل هناك، عارف اللي كانت فيه مشكله قبل حضرتك تسافر بخصوص اقامه اللاعبين هناك او اقامه البعثه المصريه، تقول لي ايه؟ طبعا كنت بتكلم حضرتك يعني ابرا واحد في الامور اللي جوه القاره الافريقيه والمشاكل الملاعب والاقامه والكلام ده كله، في مشاكل كتير يعني. فطبعا احنا كملنا في يوم، يمكن انا ما كانش بس هي الحظ ان انا خالص دخلت اول يوم عشان كان عندنا اجتماع رقميه طبعا بتاع 2028، الحمد لله ان هي مشيت بشكل كويس، فانا كنت متواجد في مصر وبعد كده يعني لحقت البعثه بعديها. فكان في طبعا مشكله كان الاتحاد هنا مختار لهم اوتيل للاسف كان سيء جدا يعني، ما كانش ينفع عددنا هم يعرفوا فيه. فالحمد لله يعني اتكلمت مع بعض بشكل يومي، غيرنا الاوتيل موجودين في اوتيل دلوقتي كويس جدا، ويعني اللعيبه مستريحه الحمد لله، هم حققوا النهارده كمان رابع فوز على التوالي الحمد لله. لما مجربوا في مع بطل رواندا باذن الله في كانت اول مجموعه، ونبدا نلعب بقى رابع مجموعه الثالث الناحيه الثانيه. الحمد لله هم ماشيين بشكل ممتاز يعني، بغض النظر طبعا عن ظروف الاقامه والملعب كمان كان سيء جدا بصراحه يعني. قدامنا صور الملعب يعني مطلعين صور الملعب قدامنا، حاسين الملعب في مشكله، ملعب المباراه يا باشمهندس. طبعا يعني ما هو ده كمان الملعب الوحيد اللي موجود هنا في العاصمه في دار استرلام، وملعب طبعا ده يعني هو انا شايف هانجر مش ملعب يعني صعب جدا يعني ان هو يتلعب فيه بطوله او تصفيات لبطوله افريقيه يعني بتمثل القاره بطوله اثنيه وبطوله صعب قوي يعني الملعب، كمان تخاف على الاصابات اللعيبه يعني انت بتلعب كل يوم ما فيش ولا راحه ولا يوم راحه ثالث، فطبعا كل مع القضيه دي بيبقى في يعني عوامل طبعا فوق من الاصابات والجهاز كده، فربنا يكرمهم بقى، ربنا يوفقهم ان شاء الله ونكمل على خير في الانديه دي. افريقيا احنا متعودين على كده قوي يعني، عاملين حسابنا على كده. هم دول اولاد النادي الاهلي ده كل يوم ما فيش ولا راحه ولا يوم راحه، فطبعا كل مع القضيه دي يبقى في يعني عوامل طبعا فوق من الاصابات والجهاد كده، فربنا يكرمهم بقى، ربنا يوفقهم ان شاء الله ونكمل على خير في الانديه دي. افريقيا احنا متعودين على كده قوي يعني، عاملين حسابنا على كده. ان شاء الله قدها باذن الله يعني، بتلعب كل يوم ولا راحه ولا يوم راحه ثالث، فطبعا كل مع القضيه دي يبقى في يعني عوامل طبعا فوق من الاصابات والجهاد كده، فربنا يكرمهم بقى، ربنا يوفقهم ان شاء الله ونكمل على خير في الانديه دي. افريقيا احنا متعودين على كده قوي يعني. بص هو برضه حصل نفس الكلام تاني، ان الصوت بيتعاد بيتكرر تاني مره
ولا اعتقد نتصل نحاول نتصل بيه تاني عشان الصدفه عم بيتكرر كده. ترجعوا لنا مره تانية كابتن ايهاب. حال ارضيه الملعب اللي انت شايفها. باشمهندس سراج معانا على التليفون. باشمهندس سراج عضو مجلس, باشمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي من تنزانيا. باشمهندس عايزين نطمن, معلش تركيا هنا صعبه دي حقيقه انا عارف, عايزين بس نطمن على احوال البعثه. في اصابات, في حاجه اللي جاي يعني الاحوال العامه للبعثه بس النادي الاهلي؟ لا هو الحمد لله يعني كلها تمام, بس كده في الماتشين اللي فاتوا اصابه كانت رامي ميدي بس تحت عينه كان كانت يعني بس غرزه امبارح يعني راح مستشفى تعافى بشكل كويس كل حاجه افضل الحمد لله النهارده. الحمد لله. ده بالنسبه لرامي ومحمد ابو ناصر بس كان في برضه في ركبته برضه اصابه خفيفه ان شاء الله بكره هنعمل تيست كده عليها وان شاء الله يعني برضه يبدا يلعب الفتره الجايه بس ما لعبش النهارده. فدول يمكن الاصابتين اللي موجودين حتى الان كده كلها خير الحمد لله, بس غير اجهاد يعني زي ما بقول لك عشان صلاح الكورات كل يوم مش راحه, لكن الحمد لله كلهم بخير يعني ان شاء الله ربنا يعافيهم بكره باذن الله. مهندس محمد سراج بنشكرك شكرا جزيلا ونتمنى لكم كل التوفيق باذن الله وترجعوا من تنزانيا باذن الله متاهلين لبطوله افريقيا للانديه باذن الله. شكرا باشمهندس. يا رب. شكرا. هنرجع بقى للشد والجذب معاك.